لا تدرك يعني تقنيات الإسعافات الأولية، ربما بين قوسين نفتحها، هذه عشناها هنا في الجزائر العاصمة. أم فقدت الابن تاعها لا يتجاوز السنة، يعني بلع بوس، وتشوف فيهم مع الهلع، وكيفاش تتصل مع الحمايه المدنيه، رايت ما تصل الحمايه المدنيه، وسامح الله بعض المواطنين اللي ما يحترموا سياره الاسعاف، ما يحترموا الشاحن التدخل. رجائي واملي السياره تاع الاسعاف راهي تاعك انت. بلع شريحه فوس. لا لا بوس بي، بي بي بوس بي سميتي لا بوس. لا بوس بي. اوكي تشوف فيه كيفاش مات امام العين تاعها، ريثما كما قلنا الناس ما تحترمش سياره الاسعاف. رجائي واملي قدم خدمه للحمايه المدنيه، احترم سياره الاسعاف، احترم شاحنة التدخل، لانه نقولها لك كما تدين تدان، اليوم ماكش الضحيه، غدوه تكون اما انت ولا الاب ولا الاخ ولا الاخ تاعك. حذاري تشوف سياره الاسعاف ماهيش غير الحمايه المدنيه للصحه، افسح المجال، افسح صح. راهي فيه مهمه التدخل، وتدخلات تتنوع. عشناها هنا في البليده، والله يحكي لي زميلي الطبيب قال لي انا عشت يوما ما متجه العائله عيطوا لي على جال امراه مريضه، قال لي في امس الحاجه وبنها يتوسل الحمايه المدنيه يدي فارسو، ولي الصدفه انه انسان عرقل سياره الاسعاف وحباس وكذا ويشالي، الا انه كانوا رجال الامن ثم وقفوا الانسان ويتحدثوا معه حمايه المدنيه. مشات هذا الطبيب قال لي انا وصلت للدار، وصلت نلقى العجوز للاسف للاسف الشديد، قال لي كي شفتها وجدتها انها سلوك متهور في لحظه ادى بوفاه شخص. والله قصه حقيقيه مؤلمه، ويشاء الله عز وجل او شاء القدر او الله عز وجل في ذيك اللحظه كي خارج تلاقى مع الانسان اللي عرقله، الانسان هذاك اللي عرق صلاه الحمايه المدنيه، امه اللي متوفيه. يا الله وجدت هذه في البليده، يعني في امام في فرنسا المكان ودولتها الجرائد. هذا قصه حقيقيه. الطبيب من قوه يعني كان غضبان، شاف الانسان قال له شاف دير، قال له الام تاعي، قال له تقتل الام تاعك، صار صريح العباره، قال له انت عطلت الحمايه المدنيه وجينيتنا هانا وصلنا متخلفين.